محتجون عراقيون يغلقون ميناء أم قصر من جديد مع استمرار الاحتجاجات في العاصمة بغداد. كويتيون يتظاهرون ضد الفساد في المؤسسات الحكومية تلبية لدعوة أحد النواب السابقين. وأحزاب بريطانية مناهضة لبريكزيت تبرم اتفاقا لتعزيز فرص فوزها. الخامسة بتوقيت القدس، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. تعطل العمل مجددا بميناء أم قصر في البصرة أهم موانئ العراق بعد استئناف العمليات به صباح اليوم لفترة وجيزة. وكانت حكومة عادل عبد المهدي قد قالت أمس إن إغلاق المتظاهرين للميناء لأكثر من أسبوع قد كبد الدولة خسائر تصل إلى أكثر من 6 مليارات دولار. مظاهرات العراقيين المستمرة ضد الفساد في بلادهم تزداد حدة، حيث قام المحتجون بإعادة إغلاق ميناء أم قصر النفطي ساعات قليلة بعد استئناف العمل فيه، بعد أن ظل مغلقا لأكثر من أسبوع سويا مع مصفات الناصرية، والتي أعلنت السلطات العراقية أن حجم الخسائر جراء إغلاقهما وصل لستة مليارات دولار، وأدى إلى نقص في الوقود والغاز في السوق العراقي المحلي. دمرتوا البلد، صاركم 16 سنة تاكلون بحقنا، فطلعوا كافوا مريتكم، يا أخي مريتكم، بشر ما يريدك اطلع. استمرار الاحتجاجات وتوسعها تباعا دفع السلطات العراقية مجددا لقطع الإنترنت عن العاصمة بغداد وجنوب البلاد، وسط تخوف في أوساط المتظاهرين أن الحكومة تتم الدخول في تصعيد عنف مجددا مع معاودة القوات الأمنية استخدام الرصاص الحي ضدهم لمنعهم من الوصول للمنطقة الخضراء التي تضم مقارا حكومية وسفارات أجنبية. وفي سياق متصل استمرت الإدانات الدولية للحاصل في العراق، فقد دانت الخارجية الفرنسية العنف الذي تنتهجه السلطات العراقية ضد المتظاهرين، فيما نشرت الأمم المتحدة تقريراً أشارت لحصول انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان التي أدت إلى مقتل أكثر من 280 متظاهراً في أنحاء متفرقة من العراق. يقول الأمين العام إنه شعر بالصدمة من عدد القتلى الذي رأيناه في الأيام الأخيرة في العراق منذ بدء المظاهرات. واليوم نشرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق تقريراً خلصت فيه إلى أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات لا تزال تحدث خلال موجة ثانية من المظاهرات التي بدأت في أكتوبر. مظاهرات ومواجهات مستمرة يقابلها تعنت سياسي من الحكومة العراقية التي يبدو أن الضغوط الإيرانية عليها تجعلها غير قادرة على التحرك في أي اتجاه دون أخذ موافقتها مسبقا. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن خطوات التصعيد النووي التي تقوم بها إيران في الآونة الأخيرة تثير قلقاً يجب أن يحرك كل الدول لزيادة الضغوط عليها. وأضاف الوزير أن توسع إيران في أنشطة حساسة تتعلق بالانتشار النووي يثير قلقاً من احتمال تأهبها لتبني خيار الانفصال النووي السريع. سحبت إيران اعتماد مفتشة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد منعها الأسبوع الماضي من دخول منشأة ناتانز النووية الإيرانية حيث يتم تخصيب اليورانيوم وسط مزاعم بأنها كانت تحمل مواد مشبوهة، وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها. وفي سياق متصل قالت طهران إنها استأنفت تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية في جنوب البلاد. تظاهر مئات الكويتيين مساء أمس أمام مجلس الأمة احتجاجا على انتشار الفساد في مؤسسات الحكم ومطالبة بالإصلاح. ونظمت التظاهرة بعد دعوة أطلقها نائب سابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في ظاهرة باتت تشبه العدوى في الدول العربية، أطلق العضو السابق للجمعية الوطنية الكويتية صالح الملا مبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعا فيها الكويتيين للتظاهر والاحتجاج على تفشي الفساد وسوء الخدمات العامة. وتلبية لتلك الدعوة احتشد العديد من الكويتيين في ساحة الإرادة أمام البرلمان الكويتي مساء، وسط مشاركة واضحة للفتيات والنساء ونواب سابقين في البرلمان الكويتي. تحدث بعضهم عن انتشار المحسوبية والتنفيذ في بعض مؤسسات الدولة
وعن الحاجة للقيام بإصلاحات عاجلة لا سيما في قطاعي التعليم والصحة. كما وردد المتظاهرون هتافات مناوئة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ودعوه إلى الرحيل. أمام مجلس الأمة اللي نشعر أن هذا المجلس لم يخدم البلد في السنوات الماضية، هذا المجلس هو أساس تعطيل التنمية في البلد للأسف، والفساد المنتشر في البلد اليوم الكل مواطن يشعر فيه من كل المكونات الكويتية، وجزء رئيسي من هذا الفساد هذا المجلس الذي هو أمامنا. وقال النائب السابق صالح الملا للصحفيين إن هذه الوقفة رسالة شعبية وتعبير عن استياء الشعب من حالة الفساد وتجاوز الدستور وفقدان الأمل، مضيفا إن العنوان الرئيس لهذا التجمع هو رحيل السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويتزامن ذلك مع نشر الإدارة العامة بوزارة العدل تفاصيل قيام أحد موظفيها بتحصيل أموال المديونات بمعبر ويصيب الحدودي وتحويلها إلى حسابه الشخصي. الناشط الكويتي خالد العوضي ينضم إلي من العاصمة الكويت. أهلا بك يا سيد عوضي. أولا هذه يعني التظاهرة هي لظاهرة أو لانتشار الفساد في السلطة، لكن لا تطال الأسرة الحاكمة هذا الاحتجاج أو شعاراته. نعم صحيح، مساكم الله بالخير. أولا بس أحب أوضح نقطة، هو مش مظاهرة، هو اعتصام سلمي. نعم، مرخص من قبل وزارة الداخلية، وإحنا الحمد لله ننعم في ديمقراطية يفقدها الكثير من الدول المجاورة وحتى الدول الإقليمية. هذا الاعتصام هو فعلا مثل ما تفضلتي بالمقدمة تعبير عن استياء الشعب من الفساد اللي استشرى في مؤسسات كثيرة. طبعا مؤكد الأمير عسى الله يحفظه وولي عهده الأمين خط أحمر، لأن إحنا نستهدف من هم يديرون البلد سواء كانت السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية. طيب غالبا ما تعالج هذه الأمور في الكويت بحل مجلس الأمة، إلى أي مدى هذه يعني هذا الحل وارد أيضا، وإلى أي مدى بالفعل قد يعني تتواصل هذه الاعتصامات؟ لا، الاعتصامات إن شاء الله مستمرة. إحنا عندنا كمان اعتصام 20 الشهر هذا، وراح يكون فيها متحدثين، راح تكون عبارة عن أيضا اعتصام سلمي كذلك. احنا ننعم في دولة الكويت أدوات دستورية تخولنا من خلال الدستور ان احنا نعتصم اعتصامات سلمية، وأيضا وجود رجال الشرطة الداخلية مشكورين يحمون هذه المنطقة اللي احنا نعتصم فيها اللي هي ساحة الإرادة، حتى يعني نتلافى إذا كان هناك من في نفسه قرض أنه يثير الفتن أو يستغل الفرصة لأي هدف يخل بالأمن. الأمن موجودين لحماية المعتصمين وتنظيم العملية من ناحية يعني أيضا حتى الحركة المرورية. طيب سيد العوضي، يعني ذكرت الدول الإقليمية والجيران، في العراق تجري احتجاجات تصل إلى يعني الاشتباك وأعمال العنف وكذلك القتل من جانب قوات الأمن، هل هناك مخاوف في الكويت لدخول أو كما وصفتم ربما تسلل جهات معينة لتحويل هذه الاعتصامات إلى اعتصامات خلافا لاعتصامات سلمية، تظاهرات واشتباكات؟ احنا بالنسبة لنا كمعتصمين طبعا احنا امورنا دائما تكون يعني معلنة من خلال التواصل الاجتماعي قبل الاعتصام نفسه. احنا اذا استشعرنا ان اعتصامنا احنا كمواطنين كويتيين راح يخل بالامن او راح يؤدي الى خطر، احنا ما نعتصم. احنا واجبنا نحافظ على امن الوطن قبل اي شيء. احنا ما نقبل احنا كمعتصمين أن يكون في هناك من في نفسه غرض لأي هدف لخلال بالأمن. إحنا نتصدى له قبل الحكومة. لذلك هذا الأمر إحنا كلنا متفقين عليه سواء مواطنين أو حكومة، أمن الوطن خط أحمر ولا نقبل أحد يعبث فيه. أشكرك جزيل الشكر سيد خالد العوضي الناشط الكويتي. شكرا. شن
الجيشان السوري والروسي غارات على مناطق تابعة للمسلحين في ريف إدلب الجنوبي، وذلك بموازاة استمرار الجيش السوري بالسيطرة على نقاط في شمال شرق سوريا. أما سياسيا فأشار الكرملين إلى أن عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن سوريا ليس مدرجا في هذه المرحلة. تزامنا مع التحركات الأمريكية المتواصلة لتثبيت واقع ميداني جديد في منطقة حقول النفط شمال شرق سوريا، استعدادا للبدء بعمليات السيطرة عليها وبتسارع وتيرتها مقابل الجيش السوري الذي دخل حقل الميلان النفطي، بالوقت الذي رفعت موسكو منسوب تصريحاتها المحذرة من أي خطوة أمريكية جديدة مخالفة للقانون الدولي. تتجه واشنطن نحو التفكير بإعادة العلاقات مع قوات سوريا الديمقراطية مع تواجد عدد من عناصر كذريعة لتثبت تواجدها في تلك المناطق. لا تزال الولايات المتحدة بحاجة إلى قوات كردية في هذه المنطقة، لأنه إذا لم يكن هناك حلفاء مع قوات سوريا الديمقراطية فإن هذا يعني أنهم سيستمرون في احتلال حقول النفط هذه، الأمر الذي سيتسبب بإحراج سياسي لترامب على صعيد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. ميدانيا لا يزال الطيران الحربي الروسي والسوري ينفذان سلسلة من الغارات الجوية على مواقع المعارضة المسلحة في كفر نبل وكفر سجنة والشيخ مصطفى وتل مرديخ بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، والتي تعد الهجمة الأعنف منذ أشهر خلت، فيما يستمر الجيش السوري بإرسال تعزيزات عسكرية إلى محافظة الحسكة لتعزيز نقاط انتشاره على الحدود السورية التركية. دوليا أكدت موسكو أن دبلوماسيين روس وفرنسيين أجروا مشاورات حول الوضع في شمال سوريا، وافقت التسوية السياسية فيها وأهمية انعقاد اللجنة الدستورية السورية وعودة اللاجئين إلى البلاد، ذلك في الوقت الذي نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن يكون على جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في الوقت الذي صرح به الرئيس التركي أنه ينوي مناقشة تنفيذ المذكرة الروسية التركية بشأن سوريا مع بوتين بعد انتهاء المهلة الزمنية لانسحاب القوات الكردية من شمال شرق سوريا والمتفق عليها مع موسكو. دخلت المظاهرات في لبنان يومها 22 واستعادت زخامها مع مشاركة طلاب المدارس والجامعات، حيث نزل الطلاب اليوم إلى الشارع بعد تعليق الدراسة وتوجه بعضهم إلى وزارة التربية والتعليم لليوم الثاني. يأتي هذا في وقت خضع فيه رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة للتحقيق بعد استدعائه من جانب المدعي العام المالي بشأن إنفاق 11 مليار دولار بين عامي 2006 و2008 من دون مستندات قانونية. وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على إجراء التعديل الرابع على حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، ويتضمن التعديل الوزاري فصل وزارة التربية والتعليم عن التعليم العالي ووزارة البيئة عن الزراعة ووزارة الثقافة عن الشباب، كما عين وزيرا جديد وزير التخطيط وزيرا للمالية، و تم تغيير وزير الأوقاف والنقل والناطق الإعلامي. وكانت الحكومة الأردنية قد استجابت لطلب رئيسها عمر الرزاز بالاستقالة تمهيدا لهذا التعديل. كشف جهاز الأمن العام في إسرائيل إحباطه ما يزيد على 450 عملية أمنية خلال العام الماضي، وقال رئيس الجهاز نداف أرغمان في مؤتمر إن كل ما في الأمر هو أن التكنولوجيا باتت متطورة بشكل يتيح الحفاظ على التفوق. دعا مجلس الأمن الدولي إلى تطبيق اتفاق السلام في جنوب السودان وسط تضاؤل احتمالات تشكيل حكومة خلال المهلة المحددة والتي تنتهي يوم غد. وقال البيان إن أعضاء مجلس الأمن لم يلاحظوا خلال زيارة لهم إلى جوبا تقدما جوهريا في تطبيق العناصر السياسية في اتفاق السلام. وكان الزعيم المتمرد في جنوب السودان رياك مشار أعلن أنه يريد إرجاء جديدا لتشكيل حكومة وحدة مع الرئيس سلفا كير.
وصل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى الجزائر في زيارة ليوم واحد يحمل فيها رسالة من الرئيس قيس سعيد. ونقلت وكالة الأنباء التونسية أن الشاهد يزور الجزائر بتكليف من الرئيس قيس سعيد لنقل رسالة إلى نظيره عبد القادر بن صالح دون الكشف عن فحواها. ويتوقع أن تنتهي زيارة الشاهد بترتيب موعد لزيارة سعيد إلى الجزائر التي سبق أن قال إنها ستكون وجهة زياراته الخارجية الأولى. بدأت الشرطة الفرنسية إخلاء مخيم للاجئين في شمال باريس، وذلك بعد يوم من إعلان الحكومة تشديد سياسة الهجرة إلى فرنسا. ونقلت الحافلة مئات من اللاجئين غير الشرعيين، وسط تأكيد من جانب الشرطة على الاستمرار في سياسة منع استغلال المواقع العامة. اسمحوا لي أن أكون واضحا للغاية، لقد أصدرت مرسوم للمحافظة بالإخلاء ولم يتم تنفيذه حتى الآن. ينص هذا المرسوم على أنه يحظر من الآن فصاعدا نصب الخيام أو المباني المؤقتة أي سكن في هذه المناطق. نحن لا نؤويهم فحسب، لكن نتبع نهجا إنسانيا، وهو نهج يضمن إسكان أولئك الذين يعيشون في أوضاع بالغة الصعوبة. لكننا من جهة أخرى لن نتسامح مع إعادة التوطين. أفضل أن أكون واضحا بهذا الشأن. من باريس دكتور يونس بالفلاح، خبير العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أهلا بك دكتور بالفلاح. هل تأتي هذه الحملة ضمن سياسة فرنسا التي عمليا تتوازى مع سياسات جيرانها حيال الهجرة، أم هي لأسباب داخلية ربما تكون انتخابية أيضا أو سياسية؟ لا طبعا، هناك شق داخلي مهم يجب أخذه بعين الاعتبار، هو القانون الجديد المتعلق بقانون الهجرة الذي يتم طرحه حاليا في البرلمان، والذي يهدف أن تكون الهجرة في المرحلة المقبلة في فرنسا أن تكون هجرة انتقائية، بمعنى دراسة كل احتياجات الهجرة في فرنسا في مهن محددة حتى يتم أخذ بعين الاعتبار هذا البعد في الهجرة، وليس فتح الباب كما كان يعني خلال السنوات الماضية. شهدت فرنسا تضخما كبيرا في عدد المهاجرين، أصبح جد مؤثر على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي، وصل إلى مرحلة إلى أنه فرنسا ليست لديها القدرات المالية كي تستقبل هؤلاء المهاجرين وتوفر لهم ربما يعني حالة من الرعاية الاجتماعية أو من التطبيب أو كذلك من التعليم الذي يمكن أن يكون بشكل جيد. الحالة التي ذكرتموها أنتم في التقرير مثلا، حالة شمال باريس، أوضاع كانت جد مأساوية بالنسبة لمجموعة من اللاجئين وبالنسبة لمجموعة المهاجرين الغير الشرعيين الذين يتوفرون على أوراق الإقامة في الحالة الفرنسية، والذين يأتون إلى فرنسا فقط كبلد ممر، لأن هدفهم هو الذهاب إلى شمال أوروبا، إما إلى بريطانيا أو إما إلى بعض الدول الاسكندنافية، وتكون دولة فرنسا دولة ممر، في حين تصبح مع مرور الوقت دولة مستقر، وتصبح يعني تصبح الأوضاع الاجتماعية جد مرتدية داخل هذه الرقعة الجغرافية، الأمر الذي يؤثر على الجانب الاجتماعي. لكن أكيد أن هناك جانب سياسي جد مهم، اليمين المتطرف يضغط بشكل كبير على موضوع الهجرة على الرئيس ماكرون. وهناك مطالبات كذلك كبيرة في هذا الخصوص. طيب، بمسألة تحديد الهجرة. دكتور بالفلاح، إلى أين ينقل هؤلاء؟ يعني في نهاية المطاف هناك ربما الآلاف وعشرات الآلاف، إذا استمرت هذه الحملة هؤلاء ينقلون حاليا إلى معسكرات أو مواقع للتجمع، ما هي الخطوة المقبلة؟ الخطوات المقبله من الناحيه القانونيه، يعني يجب ان فرنسا يعني تتواصل مع الدول هؤلاء المهاجرين، اما لترحيلهم بشكل القانوني والمتعارف عليه. لكن في المشكله الحقيقيه انه اغلب هؤلاء المهاجرين هم في واقع الامر لاجئين، هم قادمين من دول اوضاع سياسيه صعبة، إما في دول بعض الدول الإفريقية، إما حالة بعض دول الشرق الأوسط أو حتى بعض الدول الآسيوية، فلذلك يصبح الأمر متعلق باللجوء. عندما ندخل في اللجوء فهذه مسطرة قانونية مختلفة عن مسألة الهجرة، لأنه يجب دراسة ملفات اللجوء، ودراسة ملفات اللجوء يعني تستمر ما بين 3 إلى 6 أشهر لكل حالة، الأمر الذي يستوجب وقت أكبر. ربما أنا أظن أنه من ناحية حاليا هي فقط بالنسبة للحالة الفرنسية محاولة فقط لتنظيم الرقعة الأوراق، علما على أن فرنسا تظل من بين الدول الأوروبية الأكثر استقبالا للهجرة مقارنة بدول أخرى كبيرة. في طيات هذه السياسة الفرنسية وتطبيقها، هل هناك مخاوف أمنية من يعني نتيجة لانتشار تنظيمات ربما مسلحة أو تنظيمات إرهابية قد يكون من بين هؤلاء المهاجرين من هم منتمون إليها أو متعاطفون معها؟
صحيح، هذا الأمر طرح في العديد من الدول الأوروبية، وكانت ربما الحالة الألمانية فيها حالة كبيرة من هذا المسألة، لكن ربما تجربة فرنسا مع الإرهاب هي تجربة مختلفة. لم يكن يعني تجارب المهاجرين أو أن المهاجرين كانوا سبب رئيسي في الإرهاب، لكن المهاجرين لديهم يعني نشاطات أخرى متعلقة ربما بالتهريب، متعلقة بتجارة المخدرات، بنشاطات أخرى. لكن في مسألة الإرهاب دائما من كانوا يتصدرون المشهد في تنظيمات إرهابية داخل فرنسا هم أبناء فرنسا، هم ناس درسوا في فرنسا، تعلموا في فرنسا، تربوا في فرنسا، ولكن تعرضوا لمسألة التطرف داخل الرقعة الفرنسية، لأنه ربما اليمين المتطرف حاول خلال السنوات الماضية إيهام الناس بهذه المسألة لكنه لم ينجح في هذه النقطة. يظل هناك ملف الهجرة، يعني ملف شائك ومرتبط بالأطراف الأوروبية لكن مختلف نسبيا عن الملف الإرهاب اللي هو ربما ملف عالمي أكثر منه ملف فرنسي. أشكرك جزيل الشكر دكتور يونس بالفلاح، خبير العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي من باريس. إذا انعقدت ثلاثة من الأحزاب المؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي تحالفا انتخابيا بعدم المنافسة في نفس الدوائر، حيث قد تكون فرص أحدهم فيها أكبر خلال الانتخابات العامة المقررة في البلاد الشهر المقبل. ويضم التحالف أحزاب الديمقراطيون الأحرار والخضر وحزب بلايد كومري في ويلز، ويتوقع أن يعزز هذا التحالف فرص فوز الأحزاب الثلاثة بعدد أكبر من المقاعد خلال الانتخابات المقبلة. اتهمت محكمة فيدرالية أمريكية اثنين من موظفي شركة تويتر السابقين بالتجسس لمصلحة المملكة العربية السعودية والحصول على معلومات شخصية بصورة غير قانونية. ووفق الاتهامات التي كشفت أمس في سان فرانسيسكو، فإن عملاء السعودية في تويتر طلبوا معلومات شخصية عن مستخدمي تويتر بمن فيهم من ينتقدون الحكومة السعودية. وقد حددت وثائق المحكمة أسماء اثنين من المتهمين عملوا سابقا في تويتر. أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا أن حكومته ليس لديها ما تخفيه فيما يتعلق بالمزاعم بشأن ارتكاب الشرطة إساءات مزعومة بحق المتظاهرين ضد حكمه تشمل القتل والتعذيب والاعتداءات الجنسية، حيث قال مدعون عامون إن 25 حالة وفاة مسجلة خلال الاحتجاجات يعتقدوا أنها ارتكبت على أيدي رجال الأمن. ووسع المتظاهرون رقعة مسيراتهم لتشمل مناطق ثرية لم تتأثر حتى الآن بموجة التظاهرات. لقي شخص مصرعه وأصيب نحو 10 أشخاص آخرين في اشتباكات بين مؤيدي الرئيس البوليفي إيفو موراليس ومعارضيه، ليرتفع عدد ضحايا العنف في الدولة إلى 3 قتلى و60 مصابا. وتحولت مدينة لاباز مرة أخرى إلى مسرح للاشتباك بين أنصار موراليس ومعارضيه الليلة الماضية. قضت محكمة صينية بسجن 9 أشخاص بتهمة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة ضمن قضية هي الأولى التي يعمل عليها البلدان معا. وعلى أثر هذه القضية كانت الصين قد واجهت انتقادات أمريكية لعدم بذلها ما يكفي من الجهود لمنع تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. لقد كانت الصين والولايات المتحدة عمليتين للغاية في العام الماضي وحققا نتائج مثمرة. هذه المحاكمة من ناحية تبث إلى المجتمع، ومن ناحية أخرى تشكل رادعا للمجرمين. كما ترى فإن المجرمين المعنيين تلقوا عقوبات اليوم، إنهم يستحقون ذلك رغم أنه حكم أخذ من اللحظة الأولى. قالت وزارة التجارة الصينية أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا خلال الأسبوعين الماضيين على إلغاء التعريفات الجمركية التي فرضت خلال الحرب التجارية المستمرة منذ شهور على مراحل. ومن المنتظر أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ اتفاقا بين البلدين في مكان لم يحدد بعد. بدأت الحرب التجارية بالتعريفات الجمركية ويجب أن تنتهي بإلغاء التعريفات. فيما يتعلق بعدة التعريف الجمركية التي يجب إلغاؤها في المرحلة الأولى، يمكننا التوصل إلى اتفاق بناء على محتوى اتفاقية المرحلة الأولى. الختام من دمشق. ومصمم الأزياء الذي حقق جزءا من طموحاته على الرغم من أنه أصم وأبكم. تحتدم المنافسة في سوق خدمات النقل الجماعي التشاركي بمصر مع سعي شركات عالمية كبرى مثل أوبر تكنولوجيز لخدمات نقل الركاب وأخرى محلية أصغر للفوز بشريحة أكبر في أضخم أسواق الشرق الأوسط بهذا المجال.
بالنسبة للمنطقة أتصور أن المنطقة مزدهرة، ومهمتنا هي التأكد من أننا بدأنا الحركة في هذه المنطقة ليتم اغتنام المزيد من الفرص، لأننا أصبحنا بالفعل جزءا من الحياة اليومية للناس. وفيما يتعلق بنقل الركاب، نحن هنا منذ أكثر من 5 سنوات، شكلنا بالفعل هذه الصناعة ونرى فرصا في كثير من الأشياء. إلى جانب خدمات الحافلات وسيارات الركاب، تنافس درجات نارية لأوبر وكريم أيضا شركة حالاً المصرية الناشئة، وتتوسع بشكل سريع كذلك عمليات توصيل الطعام التي تدار عبر تطبيقات على الإنترنت. هذا وتستخدم شركة حالاً الدراجات النارية في توصيل الطعام ومركبات التوك توك لنقل الركاب ودراجات شحن بعجلات ثلاثية لنقل البضائع. نطاق الجغرافي هو إفريقيا والشرق الأوسط. لدينا رؤية لعموم إفريقيا، لدينا رؤية تركز على المستهلك ورؤية عمل، وفي النهاية ترتبط كل هذه الرؤى ببعضها. يبحث جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية في مصر لاستحواذ أوبر على كريم، وهناك شركات جديدة في المجال تستعد لبدء العمل. وصلنا بهذا إلى ختام أخبار الخامسة، في أمان الله وحفظه.